وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي. الدكتور، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع أن البحرين تتبنى العديد من البرامج وأيضا المبادرات التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر وأيضا التميز في مختلف مجال التقنيات الحديثة. دكتور، هل لك أن تطلعنا على أهمية هذه الجهود في تنمية مواهب الشباب وأيضا صقل مهاراتهم؟ مساء الخير. طبعا التكامل في البحرين عندنا مع توجيهات القيادة مثل ما ذكرت سمو الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة حفظ الله، رسم خارطة الطريق قبل 3 سنوات في النصف الرابع من مسابقة الهواوي العالمية عن التعليم والتدريب في الابتكار، وأيضا ذكر أمس عن أهمية علوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتقنيات الأخرى اللي قاعد يواكبنا ليس في العصر إنما في الساعة، ففي متغيرات على طول وإحنا قاعدين نواكب في البحرين عن طريق التوجيهات والرعاية وأيضا المواهب البحرينية الخريجين والخريجات من الجامعات الذين هم أساس وبنية أساسية للتطوير. نجد في البحرين ابتكارات عالمية ودولية كالذكاء الاصطناعي التوليدي منافسة مع تقنيات عالمية باللغة العربية، حيث في مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي احنا على قيد تنفيذ أكثر من 70 ابتكار محلي، إنما ابتكارات بأيادة بحرينية وتكاملية للجهات في القطاع العام والخاص والصناعة والمالية. هذا يدل على توجه عام وتوجه خاص في الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، حيث أيضا نجد المدارس الخاصة والمدارس الحكومية من مراحل الإعدادية وفوق في اهتمام جدا من المسؤولين في المدارس وأيضا الطلبة بأخذ مبادرات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحديثة، حيث سوف نجد البحرين على خارطة الطريق منافسا لكثير من الدول، وأيضا إصدار هذه التقنيات بما نسميه الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث إلى الدول الأخرى. نعم، إذن دكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.